موضوعنا هو صاحب قلبيتك يا رادود يا افكارتو ده يا رادك يقول لي برشاد المسلمين تاقارهان عالم كدمرك وحنا قلنا وسترن سوسايتي اما مجتمع غير قلبي تاريخ بولي يسقى قاره وتاريخ انصار مرين عالم الاسلامي تاريخ ودا قجار كا وحكى الشيء دد هالقمية أو هالقمية حقوق وتاريخ كنيسة أي كلمة الصلاة وهذا الشهر أفك إلهي وكيل كطهي بغرتويو إنك كتشرة أي يبنى ديفان رايت سليين وإلهي كحرينيه سيشاقنيا باسم السماء وحكو حكوميا فيديوال سيستم أما النظام القطاعي ومامرك وكسا ليسيني هاي ضد كي يبنى آدم كي يحولها يرقي يدو مركية وحبل لي هاي وحب الابنتين مركاسي ليد تربضا ويفلسفة القلبين وويني كاردي ديان قاب نولولاتي بلشادة يوتشيرتي وحي قال في سنة الحدود حدينا عالم كهوان كالتلمامنية ميشي شوكتي حنو مالين يعني قرر جيسا قال يتبنات سوق قردي مثلا انجريس كينو ننكو هواني دي سيبين كارو 1905 ميلا حسن رجاني يعني محكمة دا كيسا سعين هسي كوچرين حد بي سوق قردي دود باي قال في سنة قفك الدمري بن آدم مطي مسماها روح مالادا يمسمالها روح حتى إلى روح تنقل سميت بسماها وإلى بدن وكم إذا نيجاتيف كوتشوار تنقطي مؤتمرات ماركون مؤتمر كيلو رينجر وكالي وقبل البعثة بسنوات أيو داعي رغباتكم مفكرين بيا شاني يدد أصحاب العقولة و اسكود ديين بلشدو دو حريان سياسة هان حريان أفكار هام حريان نقان هام حريان تاس النتائج تربضا باكرنا لاتي مركا يورب لتشوربا النتائج باكرنا لاتي شيء قيسا إن يعضينا يان كتاب كودين محرف ليه وبحوثة قوان يهندو الله يسوى صارين النتائج باكرنا لاتي شيء قيسا بغرتو يدو النظام كي وحكو معمولة سا يورب كتشرين الباطل يعني نتائج بكرنا لاتي شيء قيسا حرية دي حقوق دي ومدو إنا يسوى النقطة رقي يدو مريا عفور ما مدامر كي تاسي سعتي عقوش بن آدم كو هدي مرجع ويدو مال ريفرنسا هدي مرجع ويدو تطرف قبل ما حقك عليه أي أفكارتي مركها وصعتي مثلا ومنس ليبرال موفمنت اسكي هوري أما حقوق ده هوين كدت كيو ده قال لم يكواد وحيكون بالأبمان إن قبرد حق هذا إيالته مشهر إن لصيو شقاء ده جنا لودرين حقوق ده عادي يقف كستو إنساني كإنسان وبهنا إنه هلو أي كصاب بالأبمان لكن مدمر كي سعوتي وحب الأبمي فيمينيس جروب سوح لي دالو فيمينيس جروب كو يبو ايديولوجي او فلسفي عن حقوق الدير بحينة نمط الحياة اللي يبدلان بي يبو الربان قب نلولات كبين اللي بدلوه كواس الربي قب نلولات كبين اللي بدلوه ويسوحوا ويستيه منظمات تربضنا عالمية ياشان غير قلبنا دوني دمان تاين بدنا كم دا يساقا كتاليا بوسائل أربعة خبكا قلت رضا بدنا لدوني دا يساقا صوصارا يساقا نقضا تاسي وحي كان ستاي دقال لدى دوني دا يساقا تحكما يا قولي سنة يا يان قولي سنة نين بدنا كم دا يا هو لسينة يا يان لسينة نين
in dunidu nabad noqoto reer galbeed dan uguma jirto, waayo shirkaadkooda dhaqaale ugu waaweyn waa shirkaadka hubka iibiya. Tijaarada dunida ugu weyn ee jirtaaba waa hub. Lacagta ugu badan ee labaad ee dunida soo baxda waa mukhadaraad. May rabaan markaa marnaba tijaaratu silaax inay khasaaraan. Sa daraaddeed waa laabud in dunida dagaal jiro ama cabsiini jirto. Silaaxaas bay gacanta ku hayaan oo iyagaa ku taxakuma. Shay labaad bay ku taxakumaan maanta dunidu oo ah cunnada waxaan loo yaqaano iyo shidaalka resourceska waxay yidhaahdaan oo ugu weyn yahay qamarku, sareenku iyo shidaalka la soo saaro. Shidaalka waddannada soo saara waxoogaa faraguudkooda ay helaan, laakiin shirkadaha soo saara, kuwa iibiya, kuwa suuq geeya, kuwa rara, kuwa sicirka u geeya, kuwa by productska ka soo saara, wuxoo dhan iyagaa leh. Waxay kaloo ku taxakumeen dunida wax loo yaqaano asharciya duwaliya, munadamadan United Nations-ka la yidhaahdo, cidday doontana irhaabiga qoraysa, cidday doontana khayrka u sheegaysa, waxay doontay axkaama samaynaysa. Waxay kaloo dunida ku xukumaan waxaan loo yaqaano athaqaafa, jaamacaadka, miidiyaha, afkaarta. Afartaa watiree xarig oo ah suldaadka ugu badan ee maanta caalamka yaalay bini aadam gacantiisa ku jira, iyagay gacanta ugu jirta inta u badan. Laba ka midaba marka qadiyatul mar'a ka shaqeeya, laba ka mida powerkaasi ayaa qadaayal mar'a ka shaqeeya. Qaybi waa ciddan thaqaafada faafinaysa ee TV leh, ee media leh, ee shaneema leh, ee jaamacad leh, waxbarasho leh. Qaybtaasi thaqaafay faafinaysaa ah aragtidii ay u arkayeen haweenaydu inay noqoto. Qayb labaadna thaqaafay faafinaysaa iyo qaab qaanuuniya ayay u faafinaysaa. Waxa weeyaan munadamaadkan caalamiga waaweyn iyo munadamadan dunida ka dhaxaysa iyo waxa ka mid ah. Isticmaalkii koowaad ee caalam islaami gumaystay hal shay wuu ka xishooday baan odhan karaa, inta kalena wuu farageliyey. Qadaaya al-usra wuu ka xishooday, xataa axkaamta qaanuuniga qadaaya al-usra muu bedelin. Caalam al-islaam oo dhan waxaa loo yaqaanaa al-axwaal ash-shakhsiya. Al-axwaal ash-shakhsiya waxaa lagu xukumaa maxay? Shariica al-islaamiya. Soomaaliya matalan qudaad yaman uu keeno madhabka shaaficiga ah, dabeetana kuwaas baa xukumi jiray. Markii dambena culammadii soomaaliyeed buu aqbalay, iyagaa xukumi jiray. Caalam al-islaam oo dhan qaanuunka haddaad eegto qaybta axwaalta al-axwaal shakhsiya isbeddel badani waaga hore kuma dhicin, xilligii isticmaarka oo dhan iyo dowladii cilmaaniga muslimiinta ka dambeeyey iyo waxaasi oo dhan, ama xukunka intiisa kale oo dhan wuu bedelay. Axkaamtii ku saabsanayd jinaayaadka, axkaamtii madaniga ahayd, axkaamta kaloo dhan, qaanuunka kaloo dhan wuu rafacay. Labaataneeyadii sane imika u dambeysay, aragtida reer galbeedku waxay u badantahay caalam al-islaami in la gediyo intaa yara shareecada ka hadhay. Shareecada intaa yar ee guurka iyo guriga iyo haweenayda iyo caruurta iyo xaafadda, intaasaa sharci islaamka soo hadhay. Iminkana intaasaa loo xidhxidhan yahay sidii loo gadiyi lahaa. Dabeetana intaasoo mu'tamar baa la qabtay, laga soo bilaabo toddobaatanaadka bilowoodii, yurubta baraa lagu qabtay, mexico baa lagu xigsiiyey, waa la soo waday, masar baa lagu xigsiiyey, bakiin baa lagu xigsiiyey. Munadamada mu'tamaraadkaasi ama lilmar'a loo qabtay ama lissukaan loo qabtay ama magacyadaa leh, dhammaantood qaraaraad ka soo baxayay. Matalan kii masar waxaan u malaynayaa 1200 oo munadamo oo aan dowli ahayn ma ka soo qayb gashay, oo reer galbeed ugu badan, afkaarta reer galbeedna wada. Tusaalayaal baan idin siinayaa si aynu si fudud ugu fahmi karno qadaayadkaasi. Bakiin markii laysugu tegey, waraaqdii la qoray, tawsiyaadkii,
waxaan 230 goor buu erayga gender ku soo noqnoqday. Gender. Gender waa eray asalkiisu Faransiis yahay, luga Ingiriisiyana kuwada ku jira. Marka dambe loo isticmaalo culum luga, halkan aynu af carabiga التأنيث والتذكير كي استعماله مذكر كي مؤنث كا لا استعماله أي علوم اللغة لا قصور الرأي علوم الاجتماع على كيني تفاصيل عصبنا ولا سي دوني دا صدي حدد كي كيمي أما مسلم هذا أنا ما غير مسلم هذا أنا الدولة ده هن يريري وحين هنا ور إريك كان وثيقة دون كبوحة ديفينيشن الله سي هلا شرحه إريك وام هي معنيش وثيقة المحوه بجرى مصطلحة كان جندر ليلة هذا والقوه الشين كريوهي قد الله صار قد اللي يريد وحكا صوت الإسان تكنيكال كوماتيو ديفنيشك الله سينا ايوه رأي القلبات كسيبة الربانين الله شرحه سيدا ويدي دين دوني دي صدحات وهماري كري ويدي ماركي دوني دي صدحات ماري ويدي ماركي دنبوح القوه الشين ونغضة Array and definition line. Array and definition wala nin. The non-definition of the term gender bay dhaahdeen. Ayuu heshiiska noqday. The non-definition of the term gender. Cid walayba saa doonta u qaado. Laakiin meeshu ku soo arooraya. Waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan war eraygani muxuu xambaarsan yahay, maxaa ka dambeeya. Reer galbeedku waxay rabaan inay yidhaahdaan genderku why state of being male or female way dhaadeen wa qofku inuu ahaado nin ama gabadh ma aha ninki iyo gabadha inuu naqaano waxay leeyihiin waa dawr ijtimaaciya ee dawr biology maaha inagu ninki iyo gabadha waxay loo naqaanaa qof qaab ilaahay u abuurayna gabadh baynu dhahnaa qof qaab kale ilaahay u abuurayna nin baynu dhahnaa kalimaha waxay leeyihiin الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات الاجتماعية ننكونا الدور كدونا بو مثالي كراه قبردونا الدور كدونا تابي مثالي كرته قبردو الدور ننبي قادن كرته الدور قبردنا ويقادن كرته ننكونا الدور ننمو قادن كراه الدور قبردنا وقادن كراه إذن هو state of being male or female إما ها biologicalينا تهينين أما قبرد ما ها بيليه حاك وعجبت لي وحيي مرك الى حد بي وحي اسكو ضيين مساله داسين حتى المحكمه الجنائيه لو قدروا او نقضوا واحد ضدك لو كل حكمي كره منظمه الصحه العالميه وحي هذا المصطلح كان له فائدينية ووصف الخصائص التي يحملها الرجل والمراه كصفات مركبه اجتماعيه لا علاقة بها باختلاف العضوية بيني باختلافات العضوية وحين ان نمدا يقبر نمدا ونقال نيمها مثال كسوك ايام تلمام مثلا الموسوعة البريطانية سيكولوجيا انجريسك وقرية واحد اللي يدهدو جندر ايدنتيتي الهوية الجندرية جندر ايدنتيتي محويه وحيلين وشعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى وفي العام الأغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية ولا يكون هناك توافق بين صفات العضوية وهوية الجندرية سكال هذا رتل ما هو حويا قبرنا والله لنا ينكره تعبيرك سيف ضده قبرنا والله نين ينكره ننكنا والله قبرنا ينكره بلشد مركا قف كان بلشد كتر سنه اسغا دورن ايا انو بلشد او قبطه شقد النيمو يا انو بلشد او قبطه شقد غبرنمو مركا نيمد يا غبرنمد واشقو نيمد يا غبرنمد واشقو انسان كون اسغا دورن ايا إنه شقد أن النمو بلشده وقبته إيه إنه شقد الدمر نمو وقبته حلي لي علاقنا الله ملها
qofka bini'aadamka ah iyo sidii ilaahay u abuuray. Walidaalik ayay waxay qabaan insaanka, bulshada iyo qaabka ula dhaqanto ayaa ama nin ka dhiga ama gabadh ka dhiga. Waxa laga yaabaa tacaabiirta tan inay qariibidu ku noqotaan sheegaya, wadaadku miyuu waashaya waxuu ka hadlaya, maaha wax nin weyli sheegay baydii la muuqato. Laakiin waa afkaarta munadamaadka caalamiga ahi maanta ay rabaan inay qaanuuniyanna u dejiyaan dadka muslimiintana dusha laga saaro. Munadamaadkana aad arkaysay tirada badan lee capacity building baan wadnaa leh, wax sharxaya waxa ay sidaan bihaada tacbiir inaanay u sheegin baa laga yaabaa, laakiin tacaabiir kale iyadoo fudud oo dadku u aqbali karo iyadoo sidata. Su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan iyagu dhankay u socdaan maanta iyo cilmigu maanta dhanka u socda waa kala laba. Iyaga munadamaadkani way xoogaysteen, xad bay gaadheen. Galbeedka maanta maadaama dimuqraasi uu yahay codku fartaag lagu helo, munadamaadkan xoogga ah afkaartooda lagama hor iman karo, waayo cod xisbiga ka hor yimaadaa cod aada u tiro badan buu waayaya. Saa daraaddeed baa la aqbalay in wax badan oo aaraadooda ka mid oo cilmiyan la naqdinayo in la qaanuuneeyo oo aan cidina ku hor imanin. Su-aalaha isweydiinta le marka, waxaa jira laba dhakhtar oo muslimiina, Dr. Cumar Shariif iyo Dr. Nabiil Kaamil, bug bay qoreen la yidhaahdo Al-Mukh Dhakaruna Untha. Waxaana muqadamada buugga qoraya أشهر طبيب في علم النفس أوروركا علماء النفس العالمي هو قامين شروا أسل كيسي هاي مصري ويا هاي بحي سويدين يان رقي يضمركو مسكو مدبا ميي سوئيقي مسوى الله بشي يوك اللي قد يسروا يسرى ما يسترى كتابكو هذا المقدمات يكون بلابا يانبا وحكم ده. Inkastoo bini aadamku dhammaantii uu fahmi karo ragguna inuu rag yahay dumarkuna dumaryi inay kala gedisan yihiin, laakiin mas'aladaa badiihigaa bay leeyihiin, xaqiiqadaa badiihigaa cid waliba fahmi karto. Maanta waxay noqotay bay leeyihiin kaannahaa sirun min alasraar wayanbagi an tadilla kadalik, sir weyn oo aan la fahmi karin ina gabadhuna gabarta ininkuna inuu nin yahay ayay noqotay bay tilmaamaya. Waxay soo gaadhsiiyeen maanta falaasafada ijtimaaciga reer galbeedku matanshi'ada barbaarinta ayaa gabadha gabadh ka dhigtay mise abuurka gabadh ka dhigay, waa dood cilmiyo taagan dhexdooda. Ma barbaarinta gabadh ka dhigtay oo gabadha qaabkan loo barbaariyey, dharkan loo geliyey, bulshadu culturally waxaan ay u sheegtay, qaabkan ay ula dhaqantay, sidan ay ula hadashay, ayaa gabadh ka dhigay ee low la bedeli lahaa oo loola dhaqmi lahaa inanta iyo sida inanka loola dhaqmi lahaa oo dharka inanka loo gelin lahaa oo afkaarta inanka loo sheego loo sheegi lahaa, miyaanay dawrka ninnimo qaban karteen bay isweydiinayaan. Waxyaaba aadka u cajabta leh marka waxa weeyaan ila xad maanta qaarkood ay bugaag qoraynaa born to be guy, waa wax loo dhasha bay leeyihin inuu qofku shaad noqdaa. Labadan itijaah, itijaahan bini aadamku hore u rumaysnaa iyo itijaahan maanta la wado ee la rabo in la sameeyo, waa itijaah xataa tajaarib cilmiya loo sameeyey. Matalan Kaputzi miyaa la yidhahdaa Israa'iil, waxa lagu sameeyey
مال دكان مهاجرين تيد بدا كي من أي أي قيب الهندسة الاجتماعية وحلي هذا الوطن بقي وحلي اللي بلانا يجنوا إن في إن أنت وين إسكوميدي إن يين أنا إسكوميدا هين سقرا هالله الله وضع نقمة وحقرا هالله وضع الشاب مرنا بيان قبل الله حسوسين قبل بات إن كان مرنا بيان الله حسوسين إن بات لكن هالله الله نقمة إسكوميدا سيو صاب جنس ثالث ordan ki la doono lo gadiy ka tajarib runti aad u tira badan ba maanta la sameeyay aqoonta binaadam kuna siba aqoonta asaabta ku saabsan labaataneyadii sanay u dambeeyay siba inta technology go horumaray سيبه انتي مثلا FMRI يا BET Positron Emission Tomography يا Functional Magnetic Resonance Imaging قلب بدا سيلا صو ساري او ان لا اركي كارو قفك ساعدة وفكر ايو مسكح دي سيه وحيسو سيدة وشقين ايا وحالواتان كان سيدة ودن بيه آدو هروم راي علومتا عصابتا يا مسكحة يا أفكارتا دي وحيدا قصاب سيسر إلى حدا يقال دي مركا أفكارتا ودين نيجاتيف كل نغطي إن مراكز علمية قلبيتك كويا للعقتا لغا تشاري وايو فكرة دي اللي ودي وحكا قد يسمي نتائج توضو نشي ومركز علمية ويقال دي حدا انو فكرة دي وحكا قد يسمي وابوري كرام ما ربينا قضية بضن أما وح بضن ونسكد يينا وحكت المامو هنا صعبا نقول لكن ونسوكو بيا وكي بونا وحكو سوكو بيا مانت أفكارتنا إنو كور ربينا هي تجارب تيدي اللي سميهي نتائج بي صوصات رير قلبيت أفكارت أنا شيء أنه ولا تجربي مركي إلا تجربي أنا وي مدى داش وحين وبهان أنه مدى هاي يرى أيضا مدى هيك صوبح لبعتضى بنادم كايسة توحى كم مدى وحكى له دوين كحيوان بيكسو تشابيا وحاو حمال بيكسو تشابيا لكن مبادئ البشري قال ما هي وحكى له لو تشابيا يسقى له تشابيا تضوات انسان نضوات بشوعية لو تشابيني نتيجة ديك صابح هذا دي واضح نقطة فكذلك الرضا في من اس جروب كويت تشابيا محاك صابحي وحكى صابحي كو وحلا يدي معيارك بين آدم كهرومركي سلغو قيمين يمحين وكرد قلنا مقياس ذكورية والغاطة معيار ننمو وننكو شقدي وقبين شري هذا قبرنا قبطنا وي هروم مرتي هذاني قبرنا وي دم مرتي وي ومقياس مكا وحلا قرد قي شقد أني نيد با مقياس لقرد قي محا صوبحي رقي يدو مركو ولا لولن سيي لولن نوي قلير رقل بيتك لولن مفتوحة وفي كل المجالات طبعا قالين نتيجة دي محين نقطة بيلي وحيلين قرني كوات دمر كيم مدح ضاها قرني جيس قال يتبناد يعني مركو دمادي قرني جيل لباتنات بلوغيسي انت هوين مدحا هيد بهذا وحي كبد انت قرني كوب يلا لباتنات انت هوين مدحا يعني دقال كي قالين بيلي نتيجة دي كدالتي كو هو محمد كردين مركا دنكا لغا ايغا دنكا لغا مركا لغا ايغا بايلي دومك قلبيت شوغا اي كسور تقل نغطي اني قرستو ولي وحي قبتان بايلي لبدي شقو دبدا يدي انكو باوضا شقتا قار ولا سوى دحوشيات
waa la soo noqdaa, gurigaa la yimaadaa, shaqadii gabadhnimo weli iyadaa gacanta ku haysa. Hadday tahay caruurta iyo dhalistoodii, korintoodii, iskuul geyntoodii, kasoo noqodkoodii, waxay leeyihin waxa loo kordhiyo gabadha laba shaqo. Awal hal shaqay haysay, waxaa loo ogolaa inay shaqadan caruurtan iyo waxa kan qabato ay noqotona mid la biiliyo oo hantideed iyo waxay u baahantay masruuf ay hesho. Imika waxaa la yidhi hantidaad iyo masruufkaagana adigu soo shaqee, ninkuna ha soo shaqeeyo, laakiin haddii in shaqadii kalena aday ku sugaysaa. Waxay leeyihin waxay kororsatay marka la sameeyo statisticska maanta Yurub ka jira, waa double arbeit bay leeyihin, waa double work, waa laba shaquun baa gabadha la siiyey. Laba goroo mi 8 saacadood ayna shaqeysa, ninkuna 8 saacadood oo qudhaa inuu shaqeeyo. Waa qadiyadda saddexaad waxay leeyihin ka dhalatay. Shaqadii gabadha iyo ninkuba wada qabteen, natiijadeedii waxay noqotay bulsho ahaan in la dumo. Oo xaggee laga dumo? Tarantii reer galbeed, maanta aqoonyahankoodu wuxuu qorayaa inay maranayaan alxayawaanaat almunqarida buu mid qoray, buugga uu qoray odaygan la yidhaahdo Patrick Buchanan. Patrick Buchanan waa nin asliyan Catholica Maraykana, laba jeer isu soo taagay madaxnimada Maraykanka, candidate noqday, saddex jeer la taliyaba filaya madaxweyne ahaan jiray. Wariyaasha ugu caansan CNN-ka markaan la sameeyey barnaamijka Crossfire-ka la odhan jiray waa ninkii sameeyey. Waa nin muxtarama oo political decisions-kooda dadkii sameynayay ka mid a, siyaasiya, qoraaya. Buug buu qoray la yidhahda The Death of the West, The Death of the West, geerida reer galbeedka. Geeridan uu ka waramaya waa maxay? Geeridu ka waramayo dhabi waxa weeye buu leeyahay, waxaynu nahay buu leeyahay vanishing species, alxayawaanaat almunqarida baynu ninka cadi buu leeyahay waa xayawaan sii dhammaanaya. Waayo wuxuu tilmaamayaa dagaalkii labaad ee dunida, intii Yurub ay kaga baxday dagaalka matalan dowladaheeda waaweyn Faransiis, Germany, kuwa kale, iyo maanta tiradoodu maalintaasay badnaayeen, way sii yaraadaan. Si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihin Yurub kafanta iyo xoolka waxaa yar xoolka, yacni dadka dhasha ayaa ka tira yar dadka dhinta. Si kale haddaan u tilmaamno waxay tilmaamayaan ummadii inay jirtaa koritaanku waa inuu ahaadaa bay dhahaan minimum 2.1, yacni boqolka qoys, boqol nin iyo boqol gabdhood ka koobani, ugu yaraan 210 qof oo caruura waa inay koriyaan dhalaan. Yurub maanta intay dhashaa, kuwooda ugu sarreeyaana waa 1.7 meelahaasi, kuwo kalena 1.2, 1.3, 1.25 meelahaasay marayaan. Darnaad markaan kasoo socday Dubai baan TV-ga arkayay program ka socda oo Talyaanigu ka waramayo tuulo 500 qof degantay oo sanad bacdi wax ku dhalanay, caruuriba dhalan. Markaasu haddana wuxuu ka waramay Jabaan oo dhaqankaa qaadatay oo dhakhtarada ugu waaweynee jaamacaadka oo la weydiinayo tirada joogta, toddobaadkan oo dhan 5 qof baa dhashay bay yidhaahdeen. Waayo Jabaan waxay maraysaa 1.25. Taa macnaheedu waa maxay? Waxa weeyaan waxay leeyihin waqti yar oo dhow dadka weyn. Talyaaniga matalan waxay leeyihin 30 sano kadib dadka waaweyn baa waxay ku laban laabmayaan bay leeyihin dadka yar, yacni 700 baa dadka 50 jir ka weynaanaya, waxaa ka yarina oo 300 wax ku dhadhow. Si kale haddaynu tilmaamno waxaa la leeyahay dadka benshiniiska gaadha hadda dhowaan looma helayo cid shaqaysa oo siisa dee cashuurtii ay benshanka ku qaadan lahayeen soo saare lama helayo. dabeetana axaduhum baa wuxuu qoro wuxuu yidhi Yurub waxay ku socotaa inay noqoto guryo gabgaboobay oo dad gabgaboobay ku jiraan oo caqli gaboobay wata buu yidhi. Si kale haddaan u tilmaamno waxay leeyihin Yurub
هذا واضح نك عبا ميرك استبه تشوف وتضاب ولا يكون تنويليم بمرأة بيت المامية مرأيهم كيسة يروح تيسة راشية طيبة كم دوسترة وحلا يسودها وقت ير وكسي يران يا ترى داس بيلي هاسبوسي صعنيا مركا باشا ككالي in every year وحيدا دن دوني دو حاكو صاكر لا مكسيكو ودا نوريكما و ببليشي نبا دوني دو صاكر لا حقا كالي مركا ديكتنا ننكا عادي تردي سوى سي يرانسا وام حي سبب تاني بيلي سبب تاني وحو لي وحا دي دي قبل هنا الالان وام حي ودي دي وحي ربتاكو صدق السنة وهرية وحبيب رميسا طبعاً كسنة ده لو كي حجنا ده كارير كده لسه يعني منزله قاعدو أفترض مركز صور دافتنا وقت حلي وحل ده اللي شربه كصوت الله ودي شو قاعدس ويرجع بيسكع لي بس والغي أبغى ما يلعب بدل إني رجع يسكع لي سي لكن بلشانه محيفة إيدي مركز ينا وين دمانة ساقو خلنا وين دمانة يان جندر سوسايا تجي محل فايدة واحد منهم ضاضي كنديان كو غبانيين ولا جو الرمي الشوادة ده كان الجنس الثالث كبرنا قبل كورسنا سي نيكا نيكا كورسنا يا وحلي أكيد دودي وين قالت وحلي فكرة هدا أغبشان وحقيقي شايفتان لحدا سنة كده بعيدة كندا دقيسة ويا قبرنا هدا قبل كورسته نكون أن نقرصه ده وحلا دالي مايو تذكر ما أنت شو قال أنا أقول لي لحنا سنة ده كدي بوا مرانا يا لحنا سنة كدي بوا كان يد جاي يقول لي يد دولة دو قرش يس لحنا سنة كدي منو يا شو ودن ككندا سكلا ما كانوا تلمامه وحيلين لا الله كير رج يد مركو حكاني سكون نحضر كير رج يد مرك وحكان صدي بيلي حتى ضعف الجنس البشري بون على بيلي ننمدونه هاسود عضو، قبر نمدو هاسود عبا ولا شكله، هنا إثبات دشان ننمدي يا قبر نمدي يا وحلا متكهايونه، حلا نوحلا نوجي ريا، أما أفكارنا الله وضعنا الموقع، نتيجة ذي نش، عدي تجربة قاعدة طي استعمال شيء، نتيجة ذي نش واقع، هذا بس هالشيء سويدين تلو حويا. هرمك مقاييس الوقية سامحوي تصالحها شقر قف بنا آدم إن لنالو قف بنا آدم إن لنالو قل كريو إيا إن إنجينير لنقضو كمبيوتر سمعية أما قاعد السمائية أما قنطار السمائية أما ضيورات السمائية كي قيمة بضن بلشدة لحديد يعني وحل للربا وما دي وحي هيستة وحل أبو قيمة بضن لوقفك بن آدم حضارة اللي شيري وصدح شيء الله يسكن ضري وابن آدم قل يا وقتي صدح ده سيدة اللي سلف القليب السفلاسيشة وكرشا صدح ده وحل أبو مهم سن بن آدم حتى ومضى هدانا الريسورس هاي السنين لكن بني آدم وحقونا هاي ستو وحوي سمين كرتا شبان مانتا there's no resource ماها ومد ودن كيدو الريسورس لي لكن هو ومد ودن كيدو علم لي وحي دريد كوهو قامل إيسا وعلم علم اللي يوحو قارس سيحد ونقضون مركبك برتو كسوق هذا حالينا هذا يعني استراليا يتقال بربي سوي يفسدان dowrka bulado markabku soo socdaba la raba sinaacadu inay isbedesho markabku hadhow xumulada uu rogaya ma aha bir ah wa qalab la sameeyo xumulada xaga kale ka rogaya wa binaadam waxa ay isku dayan inay resource ka siiyaan bulshadu haday binaadam ka weydo say u horumaraysa waxa qaldan in la yiraado shaqada dumar masarirti yaki chada dhexdeeda وهذا محمل كي يدرى واللي ماذا نحن هذا إيه ما قيمة بضا هو هذا يدو إن يقف بنا هذا مرنا شو وكرو يسو وبلشتا كسوا ضغطو مجتمع عندنا هو ينبعنا لي وكرو يوضط كرنقي فيلسوف كيسا ينختر كيسا يقويان كيسا رك يدو مرمد بضورها هذا هذا إنو نرانا هلا حدا ورشد بنا آدم كسوا صارتا
oo hal la qabto maxaa gabadha loogu bedelayaa shaqaa walba la qaban jiray maxaa ku soo kordhaya haddaadna duuliyo noqoto ninkuna duuliyo noqdo laba duuliyo waddanka maxay ku kordhinayaan ma jirayaa nin bedeli kara oo qaban kara shaqadii haweenku qabanayay oo waxaan jirin idan in la yidhaahdo bulshada roolka ay gabadhu ku leedahay qiimo ma laha taasaa ah caqliyada ugu weyne qaldan caqliyada ugu weyne qaldani waxa weeyaan matalan ninkaan tilmaamaya Patrick Buchanan wuxuu leeyahay haddaynu rabna buu leeyahay bulshadu inay horumarto iyo reer galbeed inuu sii jiro haddaynu rabno laba hal haddaa samaysaan oo qura ayay suurtagal idinka tahay buu leeyahay in inanta reer galbeed lagu qanciyo buu yidhi ayeydeed intay dhali jirto qura inay dhasho waa adagtay buu yidhi se maanta inaad ku qancisaan inanta westranka joogta in loo sheegowna ayeydaa intii ay dhali jirtay dhal waa adag tahay buu leeyahay si ay taasi u dhacdana buu yidhi suuqa dhaqaalaha cidhiidhida ninka in la siiyo family wage buu leeyahay mushahar ku filaan kara gabadha tan iyo caruurtan iyo waxaan oo dhan gabadha galbeed joogtaa shaqada umay soo doonan in faakahaysi daraaddeed nolosha kaga xidhan maanta namad alxayaa fi lgharb way adagtay nin qudhoo shaqeeya inuu reer maamulo waa adagtay hadduu maamulana midhka badan ma maamuli karayo hal ilmo inuu dhalo nolosha qaabkay u dhigan baa waxay qasbaysaa ninka iyo gabadhuba inay shaqo tagaan maaha jacayl ay gabadhu haysa inay shaqo tagto laakiin reer kuma jirayo laba caruura hadday leeyihiin macnaheedu waxa weeyaan ninka iyo gabadhuba waa inay shaqeeyaan waa ilaa laba caruura intay dhaleen ma korin karaan hal qof intuu shaqeeyo oo laba caruura la dhalo innaga wadanada caalamka islaamka iska caadi lix iyo toddobaba intaada dhasho xoogaagaad soo shaqaysa adiga iyo islaanta iyo caruurta iyo wixii nabaynu ku filaada baa lagaya laakiin yurub maaha north americana maaha ta macnaheedu waxa weeyaan waa combel inay gabadhani baxdo systemka sidii loo dejiyay caynkaasi ayaha lixiba markaa waxaynu isweydiinaynaa waxaa layna leeyahay gabadhaa la rabaa in la horumariyo haweenaydaa la rabaa in la horumariyo haweenaydu hadday bayolot laga dhigo ama injineer laga dhigo miyay horumarto saashu waa taa oo ay gafto ama samayn kari weydo dawrkay bulshada kulahay marna uma jeedo gabadhu ma shaqayn karta ama waxma baran karta kama hadlayno taasi duruufta mujtamaca ay ku xidhanta jaamacaadka la sheegaya waxay ku xidhan yihiin imise injineer buu waddanku u baahan yahay bay ku xidhanta injineeringka collegekeenu samaysayna injineerku maaha wax laga barakaysto oo ilaahay lagu baryo jannana laguma galo waxaa loo bartaa bulshada in lagu horumariyo marka waxbarashadu waxay ku xidhan tahay higher degreega ahi bulshadu maxay u baahan tahay intee dhakhtar bay u baahan tahay intee injineer bay u baahan tahay intee intaa waynu bulshadani soo saari kartaa rag iyo dumar wuxuu doonaa noqdeen laakiin in laga dhigo shaqada guriga dabadiisa ah inay ka qurux badan tahay shaqada guriga gudihiisa ah taasaan wax saxa marnaba ahayn marnaba kama qurux badna in ilmo la dhalo oo la koriyo marnaba kama qurux badna in bailot la noqdo ama kombyuter la sameeyo kombyuter iyo bini aadam baa qaalisan qof bini aadama ayaa mar kastaba ka qaalisan kombyuter iyo wax lamid iyo samayntiisii walidalik insaanku wuu tajribeeyo wuu tajribeeyo wax badan buu tajribeeyey laakiin mararka qaarkood bay tajribadu waxay gaadhaa point of no return meelaan dib loo noqon karin maanta galbeedka aqoonyahan badan oo ay leeyihiin ama siyaasiyiin badan oo ay leeyihiin baa arkaya inay mahlaka ku socdaan ayay u muuqataa systemkan inaanu sax ahayn laakiin waxay joogaan point of no return dib u noqon karin mayno waayo cod heli maayo bulshadan waa la bisleeyey markay bislaatay ee noocan u bislaatay qaydin dib u noqo cid odhan kari mayso way adagtay haddaba waxa mushkilada ah reer galbeed waxay rabaan intay ku jabeen na inay inoo soo waaridaan intay ku guulaysteenna inay inaga qarsadaan miyaa aragteen alculuum adaqiiqa munadamo wadoole dadka la horumarinaya waa la baraya munadamo ma jirto dunida leh technologiga dunidana waxba garanayn technologiga lasoo baro cilmiga lasoo baro ma jirto laakiin waxaa jira munadamo leh
dumarka la furayha la horumariyo, munadamale dumarka yaryarha la horumariyo, munadamale dumarka aan guursanin waxa loo sameeya, munadamale dumarka guriga laga soo saaro. Laba kun oo munadamo haween ku saabsan baa jira oo dhammaantood u fakeraya sii dabad loo keeni lahaa. That's all. Munadamo qura galbeed ka imanaysa ma jirto inoo sheegaysa, rag iyo dumarba waxadan inoogu jirto cidina bartaa ma jirto. Reer galbeed markaa khubuskiisu waaridaa, xumihiisu waaridaa, wanaaggiisa ma waarido. Dhibta ummadda caalamulislaami taagana waxa weeyaan, wanaagga inaad heshaa dhidid bay u baahan tahay, iyo inaynu cilmi barannaa oo technology barannaa oo aqoon keenna oo dhakhaatiir noqonno ka noqonna, dhidid iyo cilmi ay u baahan tahay. Inaynu soo isqaawinaa oo dabada muujinna oo dhafarada xiiranna oo maryaha ilhayla qaadanna, waxay u baahan tahay inaynu tagno suuq wax laga iibsado. Idan wixii xumaa waxay noqdeen wax fudud oo markiiba la qaadan karaya, wixii wanaagsanaana waxaan jiri bay soo baxeen. Waxaan rabaa inaan hal eray markaa idin sheego. Eraygu wuxuu yahay, war nolosha xaggee marjac u ah? Insaanku waa inuu ka qaalisanaadaa wax wax lagu tijaabiyo, sida jiirka iyo xayawaanka. Jiirkan ay dhakhaatiirtu dawooyinka ku eegaagaan, ama moodaliskan ay injineeradu wax ku tijaabiyaan, binaadamku ma aha. Binaadamku ma noqon karayo jiir kolba mabda' lagu eego iyo kolba fikrad filosof lagu eego? Binaadamku ma noqon karayo moodal la yidhahdo waa handasa ijtimaaci iyo social engineering? Bal waxay soo baxdaa baa la eegayaa gabadha iyo inanka haddii laysku daro waan midna wax loo sheegin. waxay soo ba ma aha binaadamku nooca binaadamku ka qaalisay. Walaqad karbarnaa bani aadama baa ilaahay ilahi subxaana watacaala. Binaadamku waa shay la karaameeyo, rabbigii karaameeyey. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu sharciga ugu soo dejiyey marka waxa weeyaan inaanu binaadamku ka mid noqonin waxa tijaabada la geliyo, inu jiro point of reference uu qofka binaadamkii wax kasta ugu noqdo xaq iyo baatil. Maxaa qadiyadu marka insaanka joogta, ilaahay wuxuu ina leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif alkhabiir. Cid kasta ayaa u aqoon badan bahalkani hor yaalla, wuxuunbaa u aqoon badan kuwii sameeyey, kuwa sirtiisa garanaya. Gaariga mercedes wuxuu mercedes u noqday, maxaa toyota mercedes u samayn kari waayo? Cid kale sirtiisay qarsadeen. Injineerkii sameeyey mercedes waa inantiisi, inantiisi ugu magac daray injineerkii baa ka bilaabay. Inantiisa ninka bahalkan ugu magac daray sir yar buu qarsado shirkadan haysato, waan caalamka kale oolin. Taasaa ka dhigtay mercedes cid walba manufacturekiisa u aqoon badan. Adiga yaa ku abuuray? Insaanka yaa sameeyey? Yaa u aqoon badan ma falaasafada mise rabbigaa abuurtay? Ilaahay baa wuxuu yidhi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiif alkhabiir. Ilaahay baa wuxuu ina leeyahay aantum aclamu am illah, warta dadow ma idinkaa wax og mise ilaahay baa wax og? Baa ilaahay leeyahay. إلهي بك الجواب وحلي والله يعلم وأنتم لا تعلموا وما أوتيت من العلم إلا قليلا ورقوا بين يربان دي سيبا إلهي لي أنا رسمي قوك. إلهي سبحانه وتعالى وحلي رات المامية إني أحكم الحاكمين عد وحكمتك وحكم في عام ربي وحلي نوشيك وحلي نوشيك شيء كان هلا ويدي خبير صمام هذا دمك حانو سطور ونوك حانوه oo lagu yidhaahdo dhakhtar baa lagu geynaya, oo dhakhtarka markaad usii galayso lagu sheegay inuu yahay waa the number one in this world. Lagu yidhaahdo waa ninka koowaad ee caafimaadka wadnaha looga dambeeyo. Adigoo yaro farfaraxsan baad u galaysaa soomaa isleda waxaad joogtaa last pointkii, ninkii dunida ugu khabirsanaaye wadnaha. Hadduu ku yidhaahdo markaad soo gasho mishiin yar ku saasaro ku yidhaha khatar ba cagaar kuma socon kartid, hala saaro baalka, markaasaad shiifinaysaa nafta iska qabanaysaa. Waayo waxa lagaa dhaadhiciyey ninkan inuu yahay maxay? Ninka ugu dambeeye ee masalada tan la weydiiya lagu sheegay inuu yahay. Ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaana watacaala walaa yunabbi'uka mithlu khabiirin, allaha khabiirkaa siduu kuugu warramayo cid kuugu warramaysa ma jirta baa ilaahay leeyahay. Haddaad khibrad rabto, khibrة الرحمن باعون أهت الاعتمادي كرو إله الدنيا أبو ري إرسي أديك أكو كاني بشر كاني أي هو الخبيرة. هل غيابا إنكو إله دان
xuquuqdaadi baa la raadinaya, kan baa la raadinaya, waxa la rabaa in lagu naxariisto, uma ilaahay cid kaaga naxariis badan baa jirta. Arxamu raaximiin buu ilaahay isku sheegay, cidda wax naxariisata cidda ugu naxariis badan. Waxaa marka qofka muslimka ah, muslimiintii hore dunidan marbay saytareeyeen oo ka talinayeen, maxay kaga taliyeen? Maka sayniska badan sayniskii yaalay Persia iyo Romaniski ma olin, saxaara cidlaa bay ahayd, dadka degerinta ugu badan ee waxna qorin waxna akhrinin. Laakiin waxay heleen marjici caqliga bini aadamku ugu noqon lahaa, waxay heleen manhajiyadii saxa ahayd ee lagu horumari kari lahaa. Saasi daraaddeed bay si fudud u horumareen. Waxay rumaysteen inay iyagu yihiin asaatidati alcaalam fi hada albaab. Maaha baab technology dunida kumay hogaamini. Imaamu Tabari ayuu kasoo guurinayaa imaam abilxasan annadawi raxmat ullaahi calayhim ajmaciin, wuxuu kasoo guurinayaa markii Persia madaa'ib markii la qabsaday, muslimiintu wixii qasrigii madaxtooyada markay soo galeen khubus bay ugu yimaadeen yaroo aada u khafiifa. Raggii meesha marayay barh ka midii mindiilla faraha lagu tirtirtaabay moodayaan buu leeyahay. Yacni kimisaan loo sameeyey ba abid ba maya arag. Saxaabigii la yidhi wuxuu yidhi Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu kamay dhargin buu yidhi weligood. Khubus shaciirka sabaka markaasuu su-aal la weydiiyey, war oo miyaanay ka daqiiqdan khafiif ka arag baa la yidhi, manaakhisha ba maya aqoon buu yidhi. Waxa wax lagu shaandheeyaa baagtooda ma olin. Raggii aan wax wax lagu daqiiq lagu shaandheeya haysanin, caalamkay ka taliyeen, cilmay kaga taliyeen markii dambe. Laakiin waxay rumaysnaayeen marjac inay haystaan ay bini aadamka kala dheeriyeen, way dunida ku hogaaminayaan. Waxaa markaa rabaa war badan oo reer galbeed aan runtii soo qoray, laakiin haddana waa ka xishooday inaan sheego. Waayo wax badan oo la sheegi kara maaha, qurux badanna ma leh. Laakiin wuxuu warku ku kooban yahay, warkaygu wuxuu ku kooban yahay shareecada Islaamiga intaa ka hadhay ee yar ee axwaalu shakhsiya iyo marcaya intaa ku saabsan ayaa caalamkao dhan iminka duulimaad ku yihi, munadamaadkiisa iyo hay-aadkiisa iyo warkiisa oo dhami, intaas sidii looga takhallusi lahaa bay wadaan. Ummaddii haweenka laga soo galayna horey u duntaa, reer galbeed iyagaa haweenka iska soo galay, iyagaana maanta qaylinaya, iyagaa maanta qaylinaya. Waayo Yurub inay sii jirto maanta ama North America, siyaasiyiintoodu waxay leeyihin saddex shay umaanu kala dooranayna. Saddexda shay ee la kala dooranaya waxa weeyaan, bini aadam la-aan dowladdani ma jiri karto. See bini aadam loo helaya waa saddex option bay yidhaahdeen. Option ah in laga dhaadhiciyo haweenka reer Yurubka inay caruur dhalaan oo sidii u dhalaan oo dadku u tarmo, lama hayo wala waayo. Optionka labaad waxa weeyaan in la qaato bini aadam haddaba tajniis, qaxoontiyadan iyo waxaan maxaa loo aqbalaya, dad baa la rabaa in la beero, maaha siyaasad dhow, maan baawar baa loo baahayn, mudan isay u jiri lahaayeen bay la-yihiin. Wuxuu tilmaamaya Patrick Buchanan, waxaynu ku qasbannay buu leeyahy haddaynu Maraykan nahay 1 million oo qof sanad kasta inaynu qaadanno, haddii la rabo Maraykan inuu jiro 1 million qaxoontiyo cusub every year waa in la qaataa. Haddii kale dhasha maanta la dhala buu leeyahy 1 million oo ziyaadi waa inay soo korodhaa, lama hayo. Marka 1 million oo binaadam oo cagiisa ku soconayo oo cid kale dhashay oo korsatay oo ku tabacday oo rooraya soo gelaya kaa la aqbala buley. Optionka saddexaad bay yidhaahdeen waa inaynu aqbalno inaynu duul gaboobay oo cashuurta kor u qaada oo horumarkooda dib u noqdo oo dowladaha saddexaad dowlad yaroo ka mid oo sii dhimanaysa inaynu noqonno. Saddexdaa option umaynu kala dooraynaa bay leeyihin. Optionka iyaga maanta agtooda suurtagalka ka noqday waa ka dhexe markaa, kana aan dunna way diideen, kan ahaa wax dhallana dumarkii lagu qancin kari waa. Waxaa soo haray markaa waxa weeyaan aan qaadanno
بشر عيد كلا نشي أو كرسطي أو كتب بعد يور دين هلي ناي أن قادم واسك شيء كبر لي وحنا مقشان حقوق البناء مدرد دين بالوقاتي حقوق البناء عندنا اسم قاتي تبريس نعيد اسم سيسون ولي فيها مآرب أخروية دانا كلايو باهين بياشي هذا ما ينقى الحمد لله يحوية الغية ردتك وقتي لفريا طبق المثقفة يبين المثقفة طبقات يا قويها كاهد وحبرتي جامعات كبعضي وطبقات عن ربين مبادئ دن إلى لسي سلامية إنا إلى لسا أمدني يتشريتان كيدا وطبقات عن ربا إنا يوحد نشو ووحبر شدا سيقود بسكي نشي صار صارتو المها مبارنا الماء أمي وحبنا ضدك كتر ما يان علي صحيح الماء أمي هو ينين وحبرتا بانقضا وأخبر الشيء ذو حي من الدول قصبي دي سيبوري جلفتيس لكن ما قوي ليس غير قلبي دي سو أما أفكار ترى القلبي سو واردو أما الله لا نأنشرين للراديو مثلا ذو مركا حقوق تمادنا وحل أن الحقوق ذا بين آدم كإلهي أبورتاد دتشيي إنه قوانين وبهنين وحين وبهنا تطبيق وحال سو دتشينا وطبقنا حين وبهنا ندبوا نغنوا ظلم واجره أقول الله ظلمية دمر الظلمية كلا ظلمية لكن سببته واضحين وعلم تطبيق كتاب الله وسنة رسوله سببته ما هنا فلسفية وباهنة إن الأفكار وباهنة إن الآراء صوب وباهنة إن وسترن أيديولوجي وباهنة ما سببته هو يعني أنا كتا قلني كيف حقوق ذاك الشيء يعني عندنا ويحنيني إلهي لا أبطي حقوق ذاك الشيء أنا عندنا ويحنيني مرك أيها الأحبة أن ورد أيضو وورد أسي قف ديجا يوردي ولما نسقو وضينا صوار كي تجارب تعالم صدحات الله يتقلبيت كتا الله إن بغنى الله ولا ولا صورة أخوي لبدا بمشاكل كود الدريم كما لماذا ما أردنا وحي قرينا ما وحي كفكرينا ما وحي صهر المريين ما أردنا إنه أفكار تقلبيت على لما أنت دوا وضباطي ليه وحي الدوم إياه وحام بن آدم بخير وجره وحي خير وجره ترمى ذن باجره لكن أنت حق سرين لسوء مريين حق إن اللو سوء ريح يأتي رضا بضل أيا أنت قشك آهيد أنت نفط لهايدنا رقي لها والله هذا أنتي باش نفتك الله هينا دب الله الرئيب أنتي أنا وحترك هينا حقي إني أصو صعطة دلين تاني نوح لقد دا دعي مرة بتارنا خروم مرتان أو قلبيتك هلكو قاري قادان وحاي سمايين سمايين إن أنتو تشيني سحراتو إن أنتو هدي تشيني سحراتنا خروم مري ميسو هدي جلباب حراتنا دبو مري ميسو لما دبو أمر دا تشيني سحراتي دا جلباب كحراتو والله أمره إيه والله ما مر منا إلى هي الرأي اللي كي بدان الرأي اللي كاهي وحول الحياة أما هرو مركا شغكم له والله ما هو قالوا كل لا أسطر أفكار تأوبة أنت المركا وين كتاب كيني يسون ديني يدقة كيني يضد نمديني يا إيمان كيني يا إسلام نمدين ندب ونغطان وحول كسان وقف عن طار ورنتي قبل الصومالية دي حجاب ريمان تيرب وقف الغفة عنه وأنا ضدك وهو الرئي وحكب الدلي أرتدي ينا رشيرو إلى حد دولة قاركوضة يكعب صدين وحجاب كبا ممنوعين أما نقار ممنوعين وعبسي تراندي هديك عليه دي عقل موحو شيغي حرية دي سقاوي سكبوا وقال يمع حرية دي نقاب كلو ديني قبرنا هنا مالك استقاوي سانوا اللي قولي سمالك استينا تقاري سوا دمي وعقل ايه فرق أنا ترى ملك استولى قرية وبنانته ملك استولى قرية سوى الدنبي وروح ما يانا يا وعقل الهين فهميني ما هو يفهمي لكن هو حوار كان وحكرين ايديولا شفافية يعني نقاب كان يلي حجاب كان يلي قبرنا المسلمات هي لسيدة تان وحوار كان ايديولا شفافية إن الصومالية شاري سوى الاسكسيتا إن المسلمية يلي قال يا بعيد قرب ميسو لكن إن أنت صوماليا ده مريحة يا رأس تركاس ده مركي ماشى صوم مرتبة
سؤاشها بلامسة أفكار بقاها عرض ميسي مرض من حيته ما والرسالة سيدي يضع مسمى الرسالة بذاته يضع أفكار أفنا بتشوف قرآن من أي الدين هي مبدأ هي الرسالة كباقي صار مرض أي رأي حرمتها هي نواتاتي كحنا خصييني مرتشد لصاري دنك ما يشي نرى أفو يسكد دي قيمة بدنا ما يسميسين لكن وحل الدين ديني مر مبدأ قدم بيه ولما مبدأ وقدم بيه مبادئ ده عنده نذل على شعري فكان سكوا بيه سلام نمدينا يدد نمدينا قفا وحيل هيدي سود الشيء الرومية عقل التوصيلنا تاس بشيء بيه هدا أبا هدا فا فا هن انت كبر لنا مراجع بدل الإسلام يوح كان قبري ما كنا هي قوة حتى ما تجار قرطي أبا هو صعب سن ننكا هي قبرنا هي ديفرنس كون هاي هي ما تبغى وجهك إلا حد للي عقوش أسبوع تضبط بيك بلا بنتين إذا دق نقطتين إلا بنقطة عقل يا بني آدم مخ الإنسان قالوا في الأسبوع السابع جوناتس كمرك يسمى اسمه مو بلا ما إنه من نقطة إنه قبرنا عقل قبرنا هي عقل إن هذا كله نوع كذا وما تبغى وجهك إلا رميسيه وحب بدن بدن كل شيء كذا كذا لكن وحباقت إذا فردية إن وده أذكر إن الله هم ضيّن الشيخ هو هاد شري سقالي صد الصرقار منا دعنا نيجي موي الله نختار ويجي يدي مودير النوي أستاذ حسن كافي وتخصص في شنية هاي علمي قاسي طبي قا إن شاء الله تعالى كل اللي سيا كل مدلة اللي هي ويني باقى في صاف سناتو أنا وإنت بسوكم يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومرت خلال واحد زي أدى له شيء في واحد من الاستيبليشن في عمر بصوات الوقت. كنت سؤال أبا من الاستيديو في عمر هوي تاريخ أخذت أقول لك صوت في قاعد وقت علي لكن سؤال شيء أخذ من الاستيديو هوي مرت الليلة هي الاستيبليشن تعريب المرأة مرت الليلة ودمع خلطين دمع خيار وقرين إلهي أبو أكتوب هالقاها وأوبرت الدمع من النقضاء نيار وقرين وهل وقرين هلوار في إدري أبيه إخوري دائي وصوح صري نيار وقرين وهل وقرين هيا نوجي خريف وكل هيا وعطي كل هيا نيار وقرين أكبرتي وحبا نحني رأو دمع هالقرين دوم اختيار الرابعين هيا لكن المرشة يقدم اختيار الرابعين هيا وعن نسبة كتوري هي إن لما الأستاذ سحما نوان خلق فهذا قفل السؤال لكن هو حقا كتن بكلية وردوم اختيار الرابعين أدين كردوم على وعاد مش نفسي أو الحمد لله على ذلك يسوي تخاطر المغلق الجزيرة أدولي اللي نساي فقط أحب أن أعطي نوتي مثلاً ما كان هذا الدمار كمرش قرأت على رسالة الله وما أخطأت الاستوى وعلى ربي ما كان موضوع دان كل دمار يعني هذا أنا كنت هكذا عن سوتي سنة ثم رأيت سؤال بعدين على محل القارئ هيا هذين هم في دار كنا أنا مو مين أنا في دار كنا أنا كنت في دار كنا لكن هذي أنا سكت لو أقول له دمار كان هذا في سهاليو وحرض هذا السعر أي معلم من خمسة الله سبحانه وتعالى بالمخالة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عادة حقه ما أرد الله هي الشرح وأيضا اللسان عادة شككم يا أيها الناس تدبر معك رياح الله ويسيس وقت آية غيت الرابع غيتري إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وهنا كلمة تعمق وروح هذا الشيء وذهان وروح هذا الشيء دتك هذا الشيء إلهي أبوك هذا الشيء دلو إلهي تعصر إذا تعبر منك لي وخلق من زوجها وبث من ما رجالا كثيرا ونساء إذا تعبر الدمر بضل يفرد معنى ما تحوي إن أنا دبنا وضل هاي أيد وش إلى أن لو كان هنا أريد وشك مالك أرى يعني يعلم من خلق وتشيط عبد كل علمه إلهي ساس المحتمل إلهي ساس أليه المعبود ولأجل هذا
وعكوكر بدلنا هدوم هدام هي غير في سكن عبيرة مغات يودا وكل بدلنا وعكوكر بدلنا روح هي هدو يعني مثل في سيول جيدا أمطار كرب وشكا وكل بدلنا هي وعكوكر بدلنا عطتا لبقوا في مكان ليسو ومن اللي هي قرار روسي جيدا هي أكتاس عارسا حتى قفك هذا تتاني ربكس وغرميسا دولة كدامي يعني ده واش قرار سينا واش تاكرميسا وعكوكر بدلنا هي تجربت كانوا عن تعبتكم وعنها إن شيخ رأنتي مرقوا واحد دم على صرنا مسقولها دون محتاج ولا كل دليل يعني إلا عليكم ما هي كل عكرتا ما في جامعة الوجود إن مسقولها من ولا شيء غير ولا كل دليل وإذا ينطوش يصير جد ما هي رسول بحنا إذا حسن حياة أو معناها معناها كثمان يسوع إن قبل الإسقاط ولا مسقولش اليوم جد يعني روز كدفتنا من روز كيورس كيورس هذه بعد كان روحنا أصل بعد نبغى ما نخفي يعني مسؤولها كتاريس بس لو بنت ماشي مسؤولها نزل كتار فيها مويه كرو وراح جرام يلا بيها رجع لو كنت دلار ومسوش كده على واحد هاي من الصراحة عبارة هذا أرضي وأكل ممكن سكفيري مالا عندي سكفيري سواء أرضي بس كتور مسوش بس مسوش أو مسوش لفت جيني وراح غير أكل كلو بدرها نجحتو مركا كنت موضوع أو موضوع أدم مهمسن لكن وحنا طبعا كنت ما أتوقعنا وضع معاتو أنا وحنا هيكون هذا أهم شيء فمعنا على المكاهر وردي قد تربيني يعني محارفة وردها ما بصها بكا لكن وحنا طبعا أدم عنك أرضي ما أشيقها هي وأدم مفيح بتاييسكو سنت حفر قلوب إلى أمر عشر موضوع دماغو بالعماشة من عشر كاسي حرف كاسي لضع حرفية أهلا كرنو انت فهمت في طريق عوي عربي متحدو مكة سيارة مدرعة إكسلاء وعوي في النقية الوقت إكسلاء إكسهاد وناك إختامة الوقت إكسلاء أنا أخرى قلت سؤال دم ومدين إنا وعنانا جامع دين مرة صباح إنا وحبدا نرغم وعنانا وعدين في قول يسكن دينا وسكل هالينا واسبرك التالينا ما دنور المات العيارة عن هرتم ويلدأ لهرتم بردان ما فكرنا فورد كمركي بالفيرتما هي وفيرتما هو قبل من قبلها ويلوش من قبل فيرتما مشكلاتي كمركي بقول ترتما هي مشكلاتي اسمع لو ترتما إن لم يلاقى كل يرهنا من دون مركي رجع موضة صوام كلام وما فيرتما كلام بدون موضة عيال كلام دين الأكل يرى هذا الحيل والطلنا كل ورد الطلنا هي هذا اللي تحلم ياسك يعني أسجل كل يسبا كل جوار كرامتي لكن بونس ما بشيء إن شاء الله تعالى بونس قوي رجعت أنا معي لا بروح ما يعرف يعني روح أنت شايفين روح أنا كأنا صوب عشر مين ينوش أسواني مين كتوه يركونه تروح تاريسي لكن إنه تروح شيء هذا هو شيء هذا هو مسؤولين تهين هذا هو الكلام اللي كان أول كان هذا كبر بعيدة على العادة إنسان بس أصوباته شيء هذا شعب الله يعني الحمد لله عليه تصير بكافة بحال ونشوه صوب مسائل كل حلال واسكا اسلات اسكت كل اسكو دي نهايه يعني دو انا جات لي صوره يعني انا استعرضت هذه الصوره هاي لكن انت هو عالم هو يروح كل جيل على كاسيا صار لي صوره لي تقدر انا تقول لك ما بالي انا الله ربنا يري كيد انه كل جي سجود كل جي كيد انه كل جي السلام عليكم كيد انه كل جي الله اكبر شيخ يقول لي انكم من احلى الدين وسكاي أنا أقول شيء لا، مركا، وما هو خالد علي، ما هو خالد، شو زمان كسر علي، شو ما هو خالد، شو هو سوت كتير، شو من المسرات إلى سرقة وقتها، أنا في المساك لها وصوب له، وأحيانا إلى أوجستة، ما هو برا جاب شيء يسيكو بنان كتير، وش هذا حتى على المسار كله كتير، أنا ما أقول شيء لا، وأقول أنا عندي كذا حلو شيء غالي. مركي كو بناكي جوا كو بناكي جوا هاريجا دا كو يورو جوا كواس الله باكي عن الوشيكو لكن حقيقة تنجيز انت بدي بيجنو دين كسمان طواحة وانوك الى اكتب بيجنان وبيه عندما كده تيجو حاضر العقيد ان بنا قوضنا قوضنا قوضين تغير وقود سيتيه وسمو حالي اقل هي دين تغير دي المسعودي هذا لم عاد اسفين بنا وشيك سهل لكن هو كان فوق طوري دومك كجبت من حارس وما حسنا هي بهذا إنه يعني أثبت كنيسة ولي نبى أقول هي ما نقول
ولي سفر هذا ما أمرت من دون تعالوا الجيدة فسهاد كآلم تجمعك كبيرة وآلتها ترعى الوقت كسر أوي سامو سكتر على الوقت عشان يتوقع حبوب من صورها يسي أخو صور الشام في غسل هو ديسان كل مرة ويحب روح على حبيب فقطوا مركي وخلص بين عدو بين آدم كان عن ذلك ثلاث مسلمين معه مركي وهو إن لتجاري حالته وكسر بين عدو أما سيره فكرة عدو ورنا هذا كذبات كانوا هذا وش كذي، أكسر بالفين أن تكوي ماذا برادا من تاريخ يدل عليهم، لكن حسبنا هيا بعد وهاي تلي على الوقت بناء أو هذا بلوغة أو هي قانون سترتي على الله أن أحراض تتوسع وصوب له، فده هو الجزاء وهذا اللي يصير به، فده هو الأمر الله وساعات اللي يصير، فده هذا هو شبه تابوي زمرك والله نشأ أنا أقول لك عن مديدنا ولكن فإنهم لا يكذبونك ولكن إذا من الآيات الغالي يتحدون يعني كما بين هيان الآيات كنت الآيات الجديدة هي حضور الزمان فعوي لو بسرم الله خطر من شيء وما بخضر الله بولي فعال حديث فعال سمي واحد اكسبرمنت اكسبرمنت وعوي قوال تجاه من هيا سيدة يدى مركوة تجاه من هيا إلهي مرساتي سبحانك منها هو غريب هو غريب هو غريب وحاولي ابن آلمك إلا هذا النوع كما عدك استطرق فلفس الخبير كتروتر ليه الباس أوتر إلا هذا إلهي عزيز كروه أهوري أي أمر دبس الله ولغير ثانية وأمر ربي سماعني ابن آلمك إنت رسير في السنين هاي إنت بحث في السنين هاي إلا هذا وقصر الله وقصر كامل هذه تيبي لداوين هايو سببك هاي لأي سبب ومسببك يعني على وقت الجد وقت مجري وإله وأهوري يا أولوك الشقيا لأن وقت برمضة يعني وده ساسو شقيا مجري ما يكلها ساسو شقيا ما يمدها ساسو سوبر جسي وحالها المسيا والكركي والعشرة يعني معنا تترك وينها كبر دراسة صور بعد ما هو قالي إن ناس على قالي كبر لكن يا مكان ده يا مكان يا كذا مكان يا ولا مكان ولو عمر ما وحلو على سادو ما حلو هذا بعد وقت صغار يا يعني مركا تبغى هاي الربيع ده هيك مودي كاس نهود هاي كده تفنيرا وحاول دوس على المودي ده بعد دوس ردي ده ما بيجوا على شيء هاي الشيء بناء على أي سكوتير وحاول مركا تبغى نفس النهيد وستارك شقينيسي وه ما بيت مركز صوبة من السماء شان وقت بناء على النهيد أين على النهيد هيا مشي هذا حال الكم بناء على معها أين معها محبو سنايا هذه الحرس العريو بين آدم على رأي الوقت الثاني محبو سنايا أظن يكيد من الواكبات وطلح ملاك هذا محبو سنايا سابو سكامات هذا كسابو أمهية وأخلاقي أخلاقي كودي يفكر كودي كاسو بيالي هذا الله ما تكامرك ولاه دين تار من السياح مباسنا حنيفكا نرشيقا يوانا هايوان وبهانا هاي اندو مكروف مريك يعني قلت بدأنا من الجرداء كعيسى حقيقة واحد قطع هيدتك في واحد غلقك هاي المسلمة أنا معلومت عن راح المجلسك ما رأيتني ثلاثة كشفين سابقة الدمر كي في غارسك ما رأيت بيك تستارك عن التواثير ما شيء غنوات الجزاء والأخير بورتي وحسلائي أنا أبدأ هذا اللي دمرك واحد سلح نكي شغل رائسة ثلاثة وكرس والله نساء في الميبا قصوة كعالية إني ما كسر ناس كي نجوني سات
لكن وقت اطلاقنا فيه وليس بالتروح وحاول مكة وحسول بيد النهاية اطلاق يمكن لو يكون كامل إن ما يكون فضوطا وحسول بيد النهاية لطاف عن مقلة الدونة مركلة الدونة لكن دور كتابات مسلمة إلى الأهل مقبل وقاله مع نباس عن هذا السوق وحنا على جبهة كورونا كيف تعطينا دور الصوت عقتين يعني مو صوت عقتين إلا إذا كان موصف الروج عندهم